تحية مسائية على كل مستمعينا الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك دريبي. مساء الخير أستاذ، مرحبا. مساء النور للسماء، مرحبا. الله يبارك فيك أستاذ. اليوم في موضوعنا غادي نتعرفوا معك على نموذجين من الأشخاص، يعني كاين اللي كيتسرع بسرعة وتياخذ قرار ديال الزواج وكيتزوج، في حين أنه كاين اللي كيتقل بزاف وكيبدأ يدرس القرار ديال الزواج بواحد الشكل اللي هو بطيء وبواحد الدقة. ففين حنا أستاذ من الوسطية؟ ونبغيو نعرفوا كذلك يعني العواقب اللي ممكن ترتب على أنه الشخص ياخذ القرار ديال الزواج في غير الوقت المناسب ليه. هو كل حاجة وعندها وقتها، ممكنش نجني واحد تاكيها وناكلها وهي باقا خضرا، يمكنش ناخدو واحد الخروف باقي ما نضش يلا تيرضع في مو ونضحي بيه، ما يمكنش نسكنو في واحد البيت ما موجودش، ما عندو لا جليج لا رضوات لا حمام لا والو على حيث تتحرش. فكل حاجة عندها مرحلة اللي كتوجد فيها، فالإنسان فوقاش كيوجد، واش ملي كيبدا ياكل وكيلبس بوحدو وكيسوق طوموبيلة وكياخد البطاقة الوظيفية واللي عنده الباسبور كيخدم كيتخرج من الجامعة ولا المدرسة العليا ولا كيحصل على تكوير ولا كيعرف يبيع ويشري، انت كينضج الانسان. هاد النضج هذا اللي حنا ناقصنا، ولو الاساس حنا كبار مثلا في المغرب، فرص تضيع المغرب، فرص كنضيعوها بعدم النضج. ناس كبار اللي 40 عام 50 عام ونص، فملي حللنا ليغو سنتريك نارسيسيك، ملي حللنا البنيه ليغويست، ملي كنبينوا نحاولوا ما استطعنا نوريو للناس لأنه راه الآفة اللي عايشها العالم العربي والثقة المغربية هي قلة النضج. النضج هو اللي كيعطي الهمة العالية للإنسان، الهمة العالية اللي تقالت كوشاح وتعطات كوشاح للنبي صلى الله عليه وسلم من طرف رب العزة الله سبحانه وتعالى، اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقرب الأجل الوفاة ديالو بكى حتى ظنوا البعض بأنه بكى لأنه غيتوفى. فرسول الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له سول محمد يبكي، الله سبحانه وتعالى علم غير ضعاف، اللي سولوا جبريل قال له ما يبكيك يا محمد، قال له أستاذ إلا سمحتي الله يخليك، لأنه كاين تشويش كبير في الصوت، فبحال دي فيبراسيون ما كنسمعوش مزيان، وبالتالي ربما المستمعين ما غاديش يسمعوا يعني البرنامج يعني بطريقة واضحة. غادي نديروا فاصل نشوفوا فين كاين المشكل ونرجعوا نواصلوا دائما برنامج بكل وضوح. رجعنا لكم مستمعينا وكنعتذروا منكم على هذا التأخير، ونتمنى على أنه يكون الصوت واضح وهذه هي الظروف ديال المباشر. تفضل بروفيسور نكملوا. دابا حنا راه قرب ندخلوا للداخل مع الجديد فعلا، وبلاتي راه غنهبط غنكمل موريتانيا وغادي ان شاء الله انا غنمشي ندير وحدة المغرب العربي ان شاء الله الا ما عطاوهاش لي براسهم. قلت لك هاد المراحل ديال شنو اللي كيحسم وكيجعل الانسان ياخذ القرار، واش الرغبه ديالو. كتلقى واحد الفتاه مثلا 19 عام ولا 20 عام ولا 17 ولا حيت بلغات واحد الشاب راح يخدم، واش هذاك هو الوقت المناسب باش يلتزم في علاقه مستمره غيصبح عندها بعد قانوني؟ لان احنا في مجتمعنا خصنا نعرفوا الثوابت ديالنا، احنا مغاربه كل حاجه كنعطيوها البعد القانوني، ما كاينش علاقه فوق مفتوحه. يقدر الانسان اللي يدير اللي بغى، هذا حر راسو، حنا ما كايناش، ولكن واحد الوقيته يلقى راسو عنده ولد وعنده بنت وعنده مسؤوليه، واش استحضر واستحضرات في الوقيته اللي تيكون الانسان بغى يتزوج ولا بغى يولد ولا بغى يلتزم التزام مالي مع مؤسسه، بغى يغير السكنه من واحد السكنه بسيطه لواحد السكنه
مشكله كبيره، بغى يغير عمل، بغى يرحل. هادو ماشي قرارات سهله، هادو قرارات كيخص الانسان يثبت قدامهم ويتشاور. فكيف ذكرتي لالا في المقدمه ديالك، كاين جوج الانواع، كاين واحد النوع اللي كيتباع السوق، كيتباع الهوى ديالو وكيزعم، عنده لامبولسيفيتي هكا كينطلق كيزعم تيولي اي حاجه عجباتو الا وباغيها. وكاين ناس اللي بدا يدقق، وكنسمعوا راك سمعتي شحال مره في المكالمات بالمواطنين، تقول السيده حنا 4 سنين وحنا في علاقه، حنا في 5 سنين وحنا في علاقه. اذا ماشي بالطول ديالها وبالحرص على انه الانسان ما يديرش فيها خطا، لان ملي كتكون مع واحد تدرس كدرسو كيدرسك راك تتولفوا بلا ما كتشعر. ملي كدوز 3 شهور 4 شهور 5 شهور كتولفوا. اذا كاين المراه اللي كتقول لك انا عام ولا عامين انا كنتسنى ظروف باش نتزوج، وراك راه ولفاتو. والعكس عاوتاني كيكون واحد الراجل مع واحد السيده كيدرس ويبحث تلقاه سولفها او لا خلاها تولفوا. احنا ناس ما كنتلاعبوش بمشاريع الناس، ما كنجعلوش الواحد يدخل معنا في علاقه وحنا راه دايرين عليه دراسه، هذه حشومه وعيد. ما كنبحثوش في الناس بحال اللي غنبحثوا في واحد المشروع. اللي خص الانسان يفهم هو خصو يبحث في نفسه، خصو هو يعرف نفسه. وهنا كاين واحد 4 المؤشرات خصو لابد باش تكون عندك انت الشابه وانت الشاب او حتى البالغ، راه ماشي بالضروري البالغ عنده هاد المؤشرات هادو، هي سا كاباسيتي ديزيرونس ا ايمي اي ا سو فير ايمي، القدره على المحبه في ان تحب وتجعل الاخر يحب. ثانيه القدره لا كاباسيتي ا رونسي لو ديزير، الرغبه بحال واحد النغمه، واحد النغمه وتيكون عندك واحد العدد الموسيقيين، كل واحد كياخذ من عندك المقام وتيطرز عليه هو في المقام ديالو، عاوتاني بحال امبروفيزاسيون في الجاز، كل عازف كيحولها للاخر، تلقاها عند مول الجيتار كيحولها لمول البيانو، كيدوزها لمول الفلوت، كيدوزها لمول الباس، كيعاود يرجعها لمول الباتري، كيعاود يرجعها لمول البيانو، وتا واحد ما كتيح الميزان. الرغبه خص تكون عندنا ليها جوج ديال 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 المعرفه، لو سافوار فير لي سافوار اتر. لو سافوار فير هو الفعل ورد الفعل، لو سافوار اتر هو الحال ديالك باش غتلقى به وباش غادي تثبت به وباش غادي تغير به مجرى الامور في حياتك. المؤشر الثالث هي القدره على تحمل مشاكل تدوم في الزمن. كاين بعض المشاكل اللي ماشي تقنيه، مثلا المشكل ديال انك ترد الفلوس لشي واحد، مشكل تقدر تحسمه في ساعه إذا لقيتي اللي يعطيك هذاك المبلغ، أو لا خدمتي شي خدمة وربحتي هذاك المبلغ، هذا كيتحسب. ولكن المشكل ديال أن مرأة مع راجلها فقد القدرة على الانتصاب مابقاش كيجمعها، أو لا فقد الرغبة مابقاش كيميل ليها ولا يميل مولفها، هذا المشكل ما غيتحلش في ساعتين، ما غيتحلش بشكل تقني، غادي يجر معاه أنه ولدك في المدرسة ولكن كيتعلمش، صعوبة في التعلم. هو مسكين كيفيق الصباح حتى هو ويدي حوايجاتو، وكتبقى ممكنه اليوم على غدا، اليوم على غدا يعيطوا للمدرسه ما كيتعلمش، راه ما كيدخلش للقسم، راه ما تيفهمش، راه ما تيتبعش، راه ما تيواكبش المجموعه، راه خصو يكرر، خصو يدوبل، خصو يدعم، راه المشكل غيدوم معك عام عامين. المؤشر الرابع وهذا اللي اصبح حاضر معنا بكثره وبزاف الناس كيتناساوه وكيستهتلوه، يمكن نستسهلوا من واحد الامر اللي عنده علاقه مع المستوى ديال الرفاهيه الضروري باش يكون عند الشخص استقرار. احنا وصلنا لواحد الوقت اللي الانسان عنده مكيف الهواء في البيت، في السياره، ولا عنده امكانيات بالتليكوموند كتبرمج كل شيء، كتصرف كل شيء، ولا عنده الهواتف الذكيه، الكمبيوتر العالي جوده، لباس عالي جوده. اذا كل واحد فينا اصبح مولف واحد المستوى نسبيا من الرفاهيه، ولو تكون ما عندوش عنده واحد المستوى ديال الرفاهيه، كيفطر بالكرواسون، ما بقاش الانسان كيقدر يفطر بواحد النوع ديال الخبز هكاك بزاف، كيبغي التيفا ديالو، كيبغي الكرواسون ديالو، كيبغي واحد الجوده في القهوه، كيبغي واحد الجوده في النوع ديال الاتاي. الحمد لله ملي كتمشي للسوق المغربيه، احنا اليوم جلنا في مناطق الجنوب ودخلنا للسوق، كتحير
الحمد لله وليد الخير ودوم على هذه البلاد وعلى جميع بلاد الناس، تتحير في انواع الجوده ذاتها، يبقى تبقى 100 نوع. شحال هذه راه كان عجوز كل انواع ثلاثه. المستوى الرفاهيه ماشي كنتشرطوا، هذا هو اللي كنقول الناس ما تفكروش على حساب ضعفكم. اللي واحد البنت كبرات واحد مستوى الرفاهيه مع مربها، وواحد الشاب جا خطبها وبغات وعجبها ولاني ما فحالوش، وهو كابر حربي، كابر مع مربى حربي، يقدر ياكل خبز حرفي، يقدر يشرب الحليب بارد، يقدر ياكل الخبز بارد ديال الغدا وديال اليومين، يقدر يتعشى يتغدى بالعشاء البارح، يقدر يفطر ما نعرف باش. اذا ملي غتجي البنت وتيسر ولا غيجي الولد ويسر، خصنا نبدلو هاد البنات المؤشرة، نعاودوهم لا كاباسيتي دي زيرونت، القدرة على المحبة، انك تحب وتجعل الاخر يحبك، ماشي غير كتحب وتلقى بحال ديك العبارة مجرور، تتحب وتبقى دير اسباب باش الاخر يحبك، تجتهد، يعني ذاك الاجتهاد الدائم، لا كاباسيتي دي زيرونت، قدرة واحد النوع من الذكاء عاطفي اللي كيعطيك انك تجتهد باش تجعل ديما الاخر كيبقى يحبك. انت تفاجئوا اليوم بالباس، كتفاجئوا بالنكته، تتفاجئوا بالمرح، كتفاجئوا بالجديه، بالمعقول، بالعلم، كتفاجئوا بحب العباده، كتفاجئوا بحب الاصدقاء، كتفاجئوا ماشي دائما الجهه الجهه الكاباسيتي اللي كتعطي. المؤشر الثاني كاباسيتي ا غونونسي لو ديزير باغ لو سافوار فير لو سافوار اتر. اذا الثالث هو تحمل المشاكل اللي كتدوم في الزمان بلا ما نفقد صيغه المتعه، حيت الناس كيطرى لهم اللي كيصبروا كيصبر الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع، الشهر الخامس كتبان لك المراه صافي بلاد، افقدت النشاط، افقدت دير شويه الافكار، ما تكحللاش، والمشاكل، ها هي مسكينه كتخدم، ها هي كتحضر، ولكن ما كاينش هذيك الحيويه، راه النفس ديالنا كتقلب كتمل. الرابعه هي ما تستسهلوش بالمستوى الضروري ديال واحد النسبه من الرفاهيه، ما تقولش انايا نقدر نعيش غاب ما نطاب ما نطلع وانا غنسير معاه الزمان، لا قول انا خاصني تكون الثلاجه عندي من الاول، خاصني تكون دار فرشه من الاول، خاصني يكون عندي على الاقل واحد الاستوك مينيموم. اذا هنا هاد الاشخاص اللي هاد ربعه المؤشرات ما راه ماركين كثار، انا راهي خصت واحد الكبار، درت واحد العدد دي بيي، ملي كتلقى واحد انها واحد القرار يريبها او ما كتفكرش. مؤخرا واحد الفتاه بغات خطبها واحد الشخص متزوج وعنده وليدات وكبر منها في السن وعنده امكانيات ماديه. هي شابه تبارك الله قاريه جميله عندها منصب. ملي تشاورني كتقول لي واش ندخل على هذا الزواج من كل المره الثانيه ديالو او لا، لقيت عندها زاويه واحده ملي كتشوف، هي زاويه الحب. عجبها. عجبها. حبات وعجبها. السيتياسيون ديالو فينونسيال سوسيال الشكل ديالو عجبها. ملي كنقول لها عطيني غير فكره لربما وقع مشكل، لربما هذيك المراه جات مع ولادها وبداو كيسمو فيك، لربما تخيل البنت ما عندهاش ادنى حركه فكريه لهذه الجهه هذه، كتضحك كتقول لي لا لا راه وفي المستوى لا كان لا كما ما كتفكريش في هذه الزاويه. قلت لها فهمتي تخيلي دابا مشروع تجاري دابا غديري مقاولة مع واحد السيد، هاد المقاولة راه تقدر تنجح تقدر تفلس، كتحطيهم بجوج احتمالات. إذا دابا قلت لها هي فكرنا في الإفلاس، حنا حمقين؟ ماشي حمقين، يموت شريكي كيخليك دويون راه مات داه الله. إذا خصك تكون عندك القدرة تخلصي على جوج، نديرو هاد الشريك هذا حماق مابقاش باغي يخدم معاك، جات شي شركة منافسة وداتو خدمت الشركة اللي دار معاك والحمل ديالها والثقل ديالها والاجراءات ديالها ماشي كل مزيد. انت غتكون مثال مع الشركاء مع البنكة مع لي فورنيسور مع كاين ديال هاد الشركة هادي اللي ما حطيتش ليها حطينا ليها قواعد الافلاس، ما قلناش بالشروط الا وقع افلاس ومشيتي عليا كذا وكذا راه غادي تخلص معايا واخا تمشي لانه تزمة الا كنا دخلنا شي مشروع ما يمكن لك تنسحب حتى يتم الانجاز ديالو، ما يمكن تخليني فيه بوحدو وانا ملتزمه معاك، شتي خصني نشرب ونديرو كاع هاد الشخص ولو دار الالتزامات كلها، واش عندك القدره انك تزيد الحمل بوحدك؟ دابا قلت لها غير شركه كنت كنفكروا لها، دابا قلت لها ولا جي فكري لي في المشروع هذا. في مجرى المشروع. طلبت منها قلت لها سيري فكري وخذي وقتك
خلي الحب ديالك وخلي الرغبة ديالك من جهة، وشوفي القدرة على تحمل الضغط إلى هذيك السنة حتى تزوجتي راجلها وبقاش كيمشي عندها ولا كيبقى عندك عندك حاجة عجبها. هي كبيرة في السن مع ولادها كيمشي عندها مرة في السيمانة، صبراتي هي الشهر الأول شهر ثاني شهر ثلاثة وهي تسكن معك في الدار قالت لك قلت لها راجلي هذا دا دار وهذه غتسكن معكم هنا. وتولي انت قالت لها مشروكة في بيت الناس قالت لها راه كيوقع هادشي خلي تصيفط لك واحد الدراري وتقول له ما تيقراش مزيان والدري ولا كيتكاسل غادي تدي عندك تلعقبو يقرا يقرا معك. قلت له تولي ولا الدري عندك في الدار خصك تراجعي معاه لأنه هو راجلك ما تجريش عليه. ها السيدة بدا دماغها كيتحل وكتشوف جهة أخرى. شتي النضج كيف ذكرنا قبل ما وقع لي هذاك الإشكال ديال البث الصوتي، النضج هو اللي كيجعلك تفكر بارز، الهوى والمحبة كتولي حامي، كيولي الدماغ ديالك مشوش، كيولي العاطفة ديالك مشوش. فإنت كذلك يتزوج الإنسان خاصة نذكرو فيها في النضج ديالها. أنت ولد كاين بعض الناس غير كيتزوجو تيوليو كيتبعو ولاد واحد جوج ثلاثة أربعة كيتبعوهم. واش عندك القدرة على ولد واحد تتربيه حتى يشوفك هو تيقول لك هو في خمس سنين ديالو في ربع سنين ديالو تشوفو مؤدب تشوفو صوابي تشوفو ثابت تشوفو كيسمع وتستابيليزي، خصك تخليه ثابت هو وتجي حداه ودير أختو ولا دير خوه. حنا باقي الأول ما كي مازال ما قدرش يحيد لاكوش، باقي مازال تعلمش يهدر، باقي عنده صعوبة في أنه يستقل بنفسه، ما تيسمعلكش، ما ولو كتزيد المرأة تحمل وتولد ثاني وثالث، والأول باقي ما ثبتناه، باقي ما ثبتناه، باقي ما زديناه، إذا كأنه الأفعال ديالنا ما مسؤولينش عليها حتى كنفشلوا أمامها. إذا شنو خصنا؟ الاستبصار، هذه في الفكر الإسلامي اسمها البصائر. الاستبصار هو اللي تيعطينا في لاجيستيون وفي الكوميرسيال لا كاباسيتي ا برودوير ان بلان ان بيزنس بلان فيه ان بريفيزيونيل. هو اللي كنشوفو ملي كندخلو للبحر كيف حباب اللي كنا في الجنه معاهم ان شاء الله تشوفوها انت قبل ما ندخل انا للبحر كنمشي نشوف كيفاش داير احوال الجو كيفاش داير كيفاش داير المنزله وكيفاش داير كذا. ملي كتبغي تسافر كتشوف الطريق اللي غتشد كي دايره، حنا مشينا للعيون مشينا سولنا الطريق اللي غنشدو لان كان عندهم واحد الفيضان ولو الحمد لله الامور بخير والحمد لله السلطات. وهنا ما يفوتنيش واحد الحبيب خرج تقاعد اليوم الجنرال بروك، هذا رجل اكن له واحد الاحترام كبير واحد التقدير كبير، هذا مسؤول في المصالح الاجتماعيه للقوات المسلحه الملكيه، خرج تقاعد هذا الاسبوع. هذا رجل من الصالحين، رجل اللي انا شخصيا اشتغلت معاه، اشتغلت مع المصالح الاجتماعيه للقوات المسلحه الملكيه واثرنا واحد العدد من المحاضرات واحد العدد من الندوات. رجل اللي حياته كلها المهنيه والحمد لله طول عمره مازال يعطي ويعطي المغرب والمغرب، ولكن حياته المهنيه اللي عرفت عليه واللي شفته يعني حاط نمود عينه الرجل والمراه ديال القوات المسلحه الملكيه. فشكرا لك جنرال بلوك، شكرا للروح الوطنية اللي مسنا فيك حنا اللي اشتغلنا بالقرب معك، شكرا لك على هذاك الحب اللي نسناه، كيفاش كتعتني بالملفات ديال الناس، كيفاش كتسهر، كيفاش كتعب، كيفاش كتتبع ملفات ديال الناس. نتمنى من الله يجعلك قدوة لواحد العدد من المسؤولين اللي اصبحنا كنفتقدوهم اليوم في المغرب. الحمد لله الصالحين كاينين بحالكم اسيدي، الحمد لله الصالحين كاين بحالكم، الاليتين اللي شفتكم في ذوك المصالح كتشتغلوا الليل مع النهار مع السبت مع الحد مع الاعياد. فيا ريت يا ريت ناس مسؤولين في ادارات اللي اليوم فيها اضراب، اللي اليوم فيها تشويش، اللي فيها تشنج، اللي فيها احتقان، يا ريت تعلموا وتتواضعوا وتاخذوا القدوه من هاد الناس اللي كيهبطوا تخيل لله. ملي الشريف سيدنا كان جا في الزياره الاخيره الاخر زياره عنده العيون كان جات المنطقه الجنوبيه زياد من 5000 بركي باش تاثر الامن في المنطقه. تخيل هذه المسؤولين لله والمسؤولين الكبار تفقدوا موضع بموضع ديال كل جندي ديال كل بركي فين غادي ينعس، واش عنده الامكانيات باش يرتاح، واش عنده الطعام، واش عنده الغطاء، واش عنده يعني من اللي كيجي مسؤول كبير اللي عنده الموضع ديالو فين يستراح وما يمشيش الموضع ديالو من الطياره للبلاصه فين يستراح ابدا. جا المسؤولين وانا كنعرفهم شخصيا هبطوا ومشاو تفقدوا فين غادي ينقصوا كل بركي في بلاصه، كل بلاصه فين هي
كل الامكانيات ديال 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 العيش الكريم واش عنده خير الا ملي كيكون عندنا انا شخصيا تيكون عندي شي ملف من شي مواطن ولا من شي شخص اللي عنده واحد الطريق والله الا ملي تنخبرهم ما كتكملش ساعه من بعد الا التليفون عندي ما تيسكتش. الاستاذ المعلومه فاتني وضح لنا الشخص فين هو، مرته فين هي، ولادو فين هما. ناس اللي كيهمهم ماشي التعليمات ولا التوصيات ولا خايفين من العياخشي، لا 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 لا، ناس سمك بالله اللي كتشوف لي في عينه تيحب المغرب، تيحب المغرب، تيحبوا المغاربه. شتي راه بهذه الاداره الصالحه سيدنا الله ينصرو في اخر خطاب في البرلمان اللي انتقد خدمة البرلمان، راه حيت كاين نماذج، كاين اشخاص، كاين ناس مسؤولين لا في الوظيفة العمومي ولا في الوظيفة اللي كيتعامل مع العمومي ولا اللي في الاداري ولا في السياسي اللي هما شادين المسؤوليه غير حيت فيها حسابات. ولكن ما ننساوش الصالحين اللي هما كبروا هذه الاداره، اللي هما كبروا مع المواطن، اللي هما شاربين خدمه الناس. الرجل الصالح الله يكثر عليك المداد، وشكرا لك، وشكرا للمغرب، وشكرا لك على جميع الخدمات اللي سديتيها للبلاد. مرحبا مستمعينا، غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجع مباشرة لاستقبال مكالمتكم الهاتفية دائما على 0522 46 72 50 51 52. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج بكل وضوح. غادي نمشيو مباشرة لاستقبال مكالمتكم الهاتفية وغادي ناخذوا أول مكالمة معنا. أستاذ معنا عثمان من مكناس. معنا عثمان. ألو ألو عثمان. إذا ناخذوا مكالمة أخرى، ناخذوا فتيحة من الدار البيضاء. الو فتيحه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. كدايرين لاباس عليكم؟ مرحبا. مرحبا. كنشكركم بزاف الاستاذ والاستاذه. شكرا على الوجيب. فهنا وكان على هذا البرنامج بزاف، كنشكركم والله يجازيكم بخير. الله يبارك فيك، شكرا فتيحه. مرحبا. مرحبا فتيحه. بارك الله فيك، الله يخليك. انا عندي واحد المشكل، كنخاف. خير ان شاء الله، خير. كنخاف من الزواج. الله الله، شحال عمرك؟ 30 عام. ومن امتى انت حاسه هذا الخوف؟ انا فيت ليا مزوجه وراجلي مات. الله. عندك شي وليدات؟ عندي بنيه. شحال في عمرك اللي فاتح؟ 30 عام. وشنو اللي كيخوفك؟ كنخاف، كنقول انا غير كنتعرف مع شي واحد صافي، غير كنعرف اي كنوقفوا على المعقول كنهرب انا وكنطفي التليفون وكنبلوكي ما كنبقاش من جوه. واش اللي مخوفك ان هذا الراجل ما يتهلاش بنتك؟ نعم. واش اللي مخوفك ان هذا الزوج اللي غتاخذيه جديد ما غيتهلاش في بنتك؟ ولا مخوفك انك تحبيه وتبغيه ومن بعد تفقديه؟ لا، كنقول ما بنتي غيغتصب ليا، حاشاك بنتي، ولا غي ما يعتبرهاش بنت ولا شي حاجه ولا. لا حول ولا قوه. واخا فتيحة. عيب شوية بنتي، عيب شوية. شحال في عمرك فتيحة؟ شحال في عمرك؟ 30 عام أستاذ. يقول الله سبحانه وتعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي. شنو فهمتي منها؟ أنا عند حسن، يعني غير ولا يكون عندك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ما غيجيبش لك شي حاجه ماشي هي هذيك ولا شي حاجه. وكيفاش بغيتي؟ ولكن كيغلب عليا استاذه بلا خاطري، انا كنطلب الله وكنصلي وكنطلب الله، ولكن كيغلب عليا هذا الخوف، غير كنشوف شي حاجه. هاني جات، هاني جات، عيب شويه، هاني جات. كنحاول نهرب وكنرتاح ملي كنقطع ديك العلاقه صافي. شوف هاني جاك. نعم استاذ. دابا إلى دوزتي نهارك وسيمانتك كتشوفي في التليفون ديالك هذيك الاخبار المزفته، وانتم النساء الله يهدينا ويهديكم عندكم واحد الفضول كبير للمعلومه، ما كتقدروش تحبسوا نفوسكم وتثبتوا نفوسكم، ما تمشيوش للمعلومه التافهه. تعاود لك السيده في الحمام وتجلسوا تصنتوا، تمشي لعند طبيب وحداك واحد المراه تعاود لك وتجلسوا تصنتوا، ما كنقدروش نقولوا لا ما قعدتش على هذه المعلومه. كتصنتوا، كتقلبوا، كتبحثوا، تتبغيو تعرفوا. حتى
صيفط لك صاحبتك واحد لوليان الله يجعله ما يكون فيديو ديال والو ديال الزفت، تتلقى هذيك المرأة تتورك عليه. ماشي غير في المرأة، حتى في الراجل. ولكن الفرق ما بين المرأة والراجل انه هو ما عندوش البنية اسفنجية، ما عندوش لا ستركتور سبونجيوز، هي اسفنجية بحال البونجا، هي اللي شربات وكتشدو. البونجا خاصها تعصر باش تخوى الماء اللي فيها. الراجل شنو كيعصرو؟ كيعصرو التمارة اللي كيخرج لك الرسلية. المرأة تتبقى محافظة على واحد المناخ ديال الرطوبة، ما كتعصرش هذيك البونجا. إذا علاش كتلوتوها؟ الأخبار كنقول لكم ما تشوفوهمش، الأفلام العوجة ما تشوفوهاش، ما تلوتوش البنية الفكرية العاطفية ديالكم، راه تلوتات تأديكم. فتخيل دابا هذيك المرأة اللي في العروبية اللي مشينا حنا شفنا في القبائل هكايا في الضواحي الورزازات، اللي شفنا في الضواحي ديال 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 بركان، اللي شفنا في الضواحي ديال فاس في وزان في الشاون، اللي شفنا في الضواحي، هذيك المرأة اللي عندها معلومة جوج معلومات ثلاثة في السيمانة، هذيك كتظن ملي غيجي يخطبها واحد السيد غادي ترتبك، غتسول على خدمته، غتسول على عائلته، غادي تسول على استقامته، غتلقى هاد المؤشرات مكتملين، غتوكل على الله، لان البنيه ديالها قويه باش بانها ما ملوتاش، هي راه ما مجرباش، راه ما لهاش الف تجربه. الله يجزيكم بخير، رجعوا معايا للخمسينات والستينات، رجعوا معايا للجيل ديال الخمسين والستين، راه هما الوالدين ديال كاع هاد الناس اللي كتشوفوا معكم في المجتمع، هما والديهم. سيروا شوفوا مستوى التعلم والقرايه ديال الناس في الخمسين والستين. فاس في كلها انذاك كان فيها 100 واحد قراي. في الخمسين ستين ما كانش كيفوت 100 واحد كيعرف يقرا. والمغرب كله انذاك كان اللي كيعرف يقرا قليل جدا. كنتي كتقلب حومه على قدها ويمشيو لعند فلان واحد الاستاذ واحد المعلم كيمشيو عنده ناس يقرا لهم برا. يقرا لهم مجله، يقرا لهم مقال. هذاك الجيل ديال 50 و60 هو اللي ولد الاطباء كاملين اللي كاينين في المغرب، هو اللي ولد كاع الاساتذه الجامعيين، هو اللي ولد كاع الناس اللي عندهم الذكاء وعندهم القرايه ومشاو داروا لك خطه ومشاو داروا كل شيء. هذاك الجيل منين جاب العرف؟ انهم كانت البنيه تاعهم صافيه، كانت البنيه ديالهم نقيه، كانوا كيتكلموا على قدامهم وكيصمتوا، كانوا كيسولوا على الحوايج اللي كيخصوهم وكيبعدوا، كانوا كيطلبوا النصيحه في الحوايج اللي ما كيعرفوش، كانوا كيمشيو يقلبوا على شي واحد كيعرف ولو يسافروا الطريق على ودو. دابا حنا مع هاد الانترنت، مع هاد العولمه، ولا كلشي كيعرف في جوجل، وجوجل كتعني حمق. اذا هنا شتي عارف اختي من غير الصدمه اللي عشتي بفقدان الرجل، مازال ما رجعتلكش الصدمه اثرها. الصدمة ديال أنا توفى السيد وخلالك بنت وحسيتي بنفسك بلا الدراع بلا والو، من غير هذيك الصدمة كاين تلوث البنية، البنية ديال الإنسان اللي كيبقى يسمع معلومات ما هياش يقرأ. أنا شخصيا والله ما تنعرف إلا الحاجة اللي كنقلب عليها، الحاجة اللي عندي بها غرض، كنحط برنامج للبحث ديالي اليومي الأسبوعي مع الفريق اللي معايا والاساتذه اللي معايا، هذا كنطلب منه يبحث لي في هذا المجال، وهذا كنقول له عفاك وجد لي في هذا المجال، وهذه كنقول لها بحث لي في هذا المجال، وانا كنبحث في هذا المجال، ومن بعد كنشد المعلومات ديال الخبراء اللي معايا ويصيفطوا لي. من غير هذا الشيء ومن هذيك المناظر الاعلاميه الكبيره اللي كتهمني باش نعرف شنو كيروج في المغرب وفي العالم، ما كنمشيش، ما عنديش انا شي حاسه تاع البوز، ولا شي واحد صوره عريان وخصني نمشي نشوفه، ولا شي واحد صوره وصح، ما كنمشيش انا اللي انا عندي مخي كنحترم، انا عقلي عليه هي لنا، انا عقلي ها هما راه معايا الاخوة شحال حنا مصافين دابا ثلاث اسابيع، اسابيع دابا انت معايا ثلاث اسابيع، اشنو كندير؟ ثلاث اسابيع شنو شتيني كندير؟ كنقرا قران، كنسد عليا في الغرفه ديالي، كنتشمش، كناكل، كنخدم. عمرك لقيتيني كندوز ولا كنخرمز؟ ما عنديش في الدم، ما فيناش في خبارك شتي نمشي نبقى كيبعض ما كيضروني. شي واحد يجي يعاود لي شي خبر خاويه كنتعصب، كنتقلق، بحالي شي رائحه كريهه كيحط عليا، كي اللي يعاود لي بحال هكا كنقول له ما استاذنتينيش صاحبي، كاع ما استاذنتيش، قول لك انا باغي نسمع نادي، ما باغيش نسمعها. علاش ما كتعرفوش تقولوا لا؟ شتي ملي تكون عندك صدمه وعندك بنيه بقى على الفطره نقيه،
ولا توسخات كتغسل. باش كتغسل؟ بالذكر، صلي على النبي، ما تسجش لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. احنا المؤمنين يا اما نقول خيرا يا اما نصمت. يقول المؤمن يقول خيرا او يصمت، وحنا الصمت ديالنا راه وكلا، حيت عالف لسانك اما الروح داخل راه كتذكر مولاها، وانت كتذكر مولاك وهو كيذكرك، لان الذكر ديال مولانا لينا حنا كيعمرنا، كيقوينا، كيثبتنا. على منين انا كنجيب الجهد؟ هذه تقريبا تصنينا معكم في الاعلام ساعتين كل نهار، ملي غنجيبو؟ ملي كنجيبو؟ كنجيبو عن سيدي ربي عبد الله. ولا بغيت نجيبو عن سيدي ربي خصني نمشي لعندو، وباش نمشي لعندو كندير طقوس، نتوضا ونلبس لباس ونطق العود وندير واحد ريحه الدار حدايا، ونجبد واحد المصحف ونقرا واحد الربع ولا واحد الحزب، ونحط الموضوع قدامي ونشوف فيه، ونقول له يا ربي راه بغيت شي بركه جديده اليوم. بغينا احنا المغرب عندنا الحوت، حيت حنا كنصدروه القديد عمر راس العام كنبغيو هو ملي كنقدو العيد. اذا هنا عتقتي فاتحه خصك تكوني من العاقلات. الزواج فيه توازن المراه، توازنها الفيزيولوجي ذاتها، باش الراجل كيولي عندها صحه جيده، هي ملي كتعاش الراجل كيولي عندها صحه جيده طبيا. المعاشره ديال المراه لراجلها والراجل لمرته فيها خير ليها هي، فيها خير لصحتها، القلب ديالها، الشرايين ديالها، حتى انه كيحميها من عده امراض. والخبير الفرنسي لقى بما فيه مرض سرطان الثدي. عندك وتسحبو راه ماشي عباد، الله ما خفتش حاجه عباد. اذا هنا واحد الامر فيه توازن. انت دابا ارتبكتي، تفريطتي، مات السيد، الله سبحانه وتعالى العاطي والله ياخذ، مات. الخوف ديال انك غادي يغتصب لك بنتك ولا غيدير ولا غيدير ولا غيدير، هذا اشنو تيبين؟ تيبين بانك فاقده صيغه المتعه. ديجا اصلا بوحدك دابا مع بنتك ما كاينش صيغه المتعه، غتلقي راسك خدامه بحال شي ماكينه، كتصبني، كتسيقي، كطيبي، كتلوحي الزبل، كتحدي، كتشد تقضاي، كترجعي معاها، كتفقدي فيها، رديتي راسك بحال ترومبيه. عام قابله على الواجبات، عشنو خصي دير؟ اذا ما عمرك زقيتي راسك باش تعيشي بنفسك بلا واجبات. الله، تخيلي واحد النهار ما طيبيش، تخيلي واحد النهار ما تسيقيش، تخيلي واحد النهار ما تصبنيش، ما تحديش، ما ديري والو، بركي عمري بردتين وطلقي واحد الاغنيه زوينه. انا ملي كنبغي نتقنوى كنعمر واحد بردتين ونمشي نقلب على اغنيه ام كلثوم ولا محمد عبد الوهاب، الاندلسي، ربا جدوب، ندير صاحبي نعمل الحلو، ندير شي حاجه اغنيه اللي كنشم فيها الذوق، كنشم فيها الاناقه، كنلقى فيها الجمال. والوقيته اللي كدير هذاك النهار واحد النهار خاوي بلا واجبات، نساو الاستعمال الثمن. تخيل المراه فايقه الصبح كتفكر العشاء، طيب ومع الصبح فايقه مع الساد الصبح كتفكر العشاء، وانت ما بغيتش نتعشى ولا كاع ما ناكلوش، انتوما كتاكلوا وكتفكر الجماع، هي باقا في الدومان الاخرى باقا ما خلات حتى الدغوه تبات المصران، كتفكر بغيت تموت جماعه تحيد وتيتسطر عليك الميكا، وهذاك هذاك سميتو هذاك اللي كرشو، عرفتي هذاك الرشان، هذاك الرشان كرشو هذاك اللي ما عرفت سميتو، اللي هذاك اللي كرشو فوق الميكا، خصها ترش دغيا ترش تغير تجمع وتمشي للكوزينه، خصها تبدا كوزينتها بحال هذيك الكوزينه السبيطار اللي بغيتها تقيه كتلمع، قلت له يلا ما مرضيش، لا لا ما مرضيش، تخلي تواصل شويه الدبان ياكل معاكم، انتم ماكل الدبان راه دعمنا، انا عليه الدبان، الدبان راه غزال يحمينا من الناموس، وتيشرب الخفاش المحلو، هذاك راه سبع هذاك الدبلان، غنبقوا في القران راه فن، خلوا يدور معكم شويه ما تخافوش ما يأذيكمش، خلوا ياكل شويه، خلوا الماء ياكل شويه، انتم مالكم مضروبين على النظافه، النظافه خاص المراه تخرج الجليش كيتغسل تعود، وكعكتوا تستعملوا شي مواد راه تطيبوا نيوف ولادكم ونيوفكم بهذوك المواد اللي كتصيقوا بها، انتم تحاولوا داري فيهم شنو؟ تحاولوا داري فيهم شنو؟ مصيبة هذيك المواد، مصيبة، ها؟ تخيل دابا صيغة المتعة دابا ديرها فاتحة دابا دابا، خلينا من الزواج، تعاودي تمشي وبنتك وتعيطي لصاحبتك وتعيطي لشي وحدة من العائلة تقول لها خلي معك البنت، وتخرجي انتي وصاحبتك، ها؟ وتمشي تجلسي في واحد البلاصة وتاكلي واحد الكورنيت كلاص، وتشوفي الناس الشباب ضاحكين غاديين، هذا الشاد مرته في يدو، هذا الشاد خطيبة في يديها، وتيضحكوا وكيشوفوا بعينيهم. إلا ما توحمتيش باش غتشهي، حنا تنقولوا الله يجيب لي توحم باش نوجدو،
تابعنا سنة نقول لك الله يجلس واحد يتوحم باش نوجدو حيت ما كاينش واحد يتوهم يتوحم ما غايش هيك كيجي واحد كيتشهى تيقول لك طول دعمي والله العظيم الا ما كرهناش شي 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 وزة محمرة ها هو كيتوحم دازي لك دعمي غتسدد عند الرغبة وغادي ينقص هذاك الخوف اللي فيها لأن الحاضر غادي يعمر حيت راه صيغة المتعة هي باش كنكبر ولادنا دابا دخل عليك بالله الدري باش يخرج من شغل امه يلاه تيرضع راه هو سارع له باش المدرسة شنو كيدير المدرسة شنو اللي كيجعلو يكتشف المجتمع شنو اللي كيجعلو يخرج الزنقة المتعة صيغة المتعة كندي ولدنا صغير واش هذا مو تيخاف كيقول له باه واجاجي وخايف من باه ما بغيش يمشي لا بعد ما ناي لا وباش تبدا تلوح الكرة يلوح الكرة عند رجل امه استاذي بس سمحتي إلا جات مثلا الفكرة على أساس أنه مثلا بنتها مثلا غادي تخليها مثلا عند الأم ديالها وهي تزوج ريتها ما تنقص هذاك الخوف اللي فيها وفي نفس الوقت تبقى في العناية مع بنتها ما لا لا صعيبة واعرة علاش لأن غتحس وما ننصحهاش بها حيت دابا هي وبنتها راه واحد خصهم يديروا مشروع شتي حضور واحد الراجل في حياتهم غير شتي بحال الملحة الراجل راه هو الملحة ما خصكش تكثري منه ما خصوش بعد من طعام تخيل كثرتي من راجل عشتي نهار ما طال كتقنط لما تحملو خصو يغبر هو وخصو يحضر الغبر وخصو يدار ويتخفى هو راه ملحه خص المراه والدراري يبقاو يطلعوا عليه راه هو كاين بعيد حيت هما الرجال الحراره بداو يصنعوا الذكوره الفرطاصه اللي مزغبين وصدر مبدر والراجل والدماغ مكلخ والكرعين شاعلين بداو يصنعوا على هادو هو الرجال اللي تيخدموا اللي كيتهلاو قابل شوف غير نقول لك شوف غير نقول لك الله فتح والله ما خلت البلاد من صالحين واحد الحبيب كيعاود لي اليوم مشى لواحد السوق الرفود قال لي يا سي دريبي خليك بارك في القناعة قال لي عمرو ما كنت كنتوقع نلقى هذا الشيء اللي شفت قال لي يدخل السوق في الرفود يتقدى رجل من سوء الحاجة بس بنت قالوا الله يزيدو قال لي يا سيدي كنشوف واحد الراجل اللي قال لي 30-35 قال لي لابس واحد اللباس فقير تيبيع واحد الفولار وداك الفولار ما فيه ما يتشرى يعني قال لي شي فولار قال لي بحال الفولارات قال لي لا ما هما الوان ما تسولك شي فقير بسيط تيبيع الفولار بثلاثة دراهم قال لي مشيت عنده قلت له عطيني ثلاثة ديال الفولارات قال لي عطيته 200 درهم وقال البائع خلي عندك الصرف سيدي قال لي البائع بعينو فيا قال له شو سيدي انا راني برزقي ما كنبيع الفولار يشوف قال له هذيك المراه راه ارمله راه ما عندها حتى حاجه قال له سيدي غنتخلص الفولار وانا بالقصر ولا يخلي لي يدي هذيك الارمله شو الضغط كي داير شتي الضغط كي داير هذا راه من الغربه شتي اختي فاتحه الخوف راه طبيعي راه بالخوف باش كنبقاو فينا الحضر وبالحضار باش ما كان باش ما كاينش يشدناش الضالين راه بالخوف الخوف راه هو اللي كيخلي هذاك الحمامه ما تعشش حدا البلاصه اللي فيها الحنش ولا اللي فيها النسر والخوف الخوف هو اللي كيخلي دائما الانسان كيجتهد باش يامن بلادو راه بالخوف اذا الخوف اختي راه طبيعي واخا استاذ الا سمحتي غادي نتوقف ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال البرنامج بكل وضوح وغادي نواصلوا باقي المكالمات ومعنا الحسن من دار بيضاء الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اييه واخا استاذ الفاتحه. تفضل السي الحسن مرحبا. تفضل السي الحسن. السلام عليكم كي داير؟ وعليكم السلام. سمح لي يا دكتور راه هو ما كان في الغادي. مرحبا سيدي مرحبا. مرحبا بك خويا تفضل. مرحبا بك. ما عرفتش اش نقول لك يا دكتور ديما كنكون في السمع عليك بزاف. مرحبا. هاد الاذاعه ديما كنصنت ليها. بارك الله فيك. واخا نعبرت انايا واخا نعبرت انايا ضعيفا. مرحبا بك. كيجا هكا استاذ راك واحد بارك الله فيك اللي ما عرفتش نقول لك الصراحه مرحبا لي بزاف تفضل اخويا ما عرفتش منين غنبدا انا واحد المهم ما عرفتش عندي 28 عام 28 28 عام ايوا الوالد ديالي توفى ما عقلتوش ايوا هي هذيك الحمد لله الوالده كبرتنا الحمد لله وخلص جوج نخدم جات لكازا هنا بقيت خدام مزيان بخير وعلى خير ومؤخرا تزوج
صحيح الله تزوج مؤخرا الحمد لله الانسان تزوج بها عن حب عن اراده وكل صدق وكل زعما بالرغبه ديالنا بالزوجه الحمد لله بخير وعلى خير الامور غادا مزيان. الحاجه اللي بغيت نستفسر فيها هي باش تنصحني تفضل كيفاش باش تنصحني وخصوصا مؤخرا المرض ديالي حامله وما عرفتش نقول لك باللي فاش كانت حامله وتغيرات طريقه الكلام ديالها قلت واش هذا الحمل اللي كيدير هذا الشيء كامل ولا شنو بقيت مرتبك شويه بقيت مرتبك شويه المهم الامور غاده معاها مزيان بخير وعلى خير. النصيحه اللي بغيت باش تنصحني باش تنصحني وكيفاش انني غنستقبل ولدي ولا بنتي ان شاء الله بغيت انه يتربى احسن تربيه بغيت يكون بغيت يكون احسن 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 مع السموم نشوفو بخير وعلى خير يكون مقاري مزيان يكون يعرف بقيمه الاسلام بقيمه دينه. واخا الماديه الحاله الماديه شويه ناقصه عندنا ولكن الحمد لله كنحمد الله وكنشكرو على داك الشيء اللي كاين واخا خدام واحد قليل داك الشيء اللي كتربح قليل ليك وكتصرف على راسك كتصرف على عائلتك الحمد لله. ما اللي كنطلب الله هو انني نشوف عائلتي بخير وعلى خير وكندير اي حاجه باش نشوف عائلتي كلها تكون بخير وعلى خير لا من خوتي لا من والدي لا من مراتي ونشوف ولادي تاهم يتربوا احسن احسن تربيه حيت هذه اهم حاجه اللي كنحاول انني نسيطر عليها وكيفاش نحافظ على مراتي كيفاش الا كان شي مشكل تما كتحلوا وحيت الزمان كيكونوا فيه مشاكل ماشي ما نقولوش باللي الزمان كلشي غتكون كلشي غيكون بخير ضروري غيكونوا مواقف خصك انك تعرف كيفاش انك تفك ذوك المشاكل باش ما يوقع حتى حاجه مع مرات تكون بخير وعلى خير مرات انا كنبغيها وكنموت عليها وكنحماق عليها اول مره كنتصل في الراديو لاول مره كنت هاد الراديو تخت فيها بزاف داكشي علاش مرحبا سي الحسن داكشي علاش حاولت انني نعاود داكشي في قلبي الله واخا سي الحسن مرحبا تحياتنا لك شكرا لك بزاف على تواصلك معنا كلام مؤثر سبحان الله يعني كتشوف الورع هاد الخوف من الخطأ اللي بغيت نقول لك السي الحسن شتي خصك تجاوز هذه الحاله هذه دابا هو بحال شي واحد تيسوق ورد البال لكل شيء ما متعش بالسياقه صايق غير باش ما يديرش الخطا في السياقه ولاني لقيتي رد البال ما داش الخطا في السياقه ما تمتعتيش بالسياقه واحد لقيتي غدير الخطا في السياقه كل هو اللي ما كيديرش الخطا في السياقه هو اللي كيتمتع بالسياقه هو داك اللي عنده حب للسياره حب للسرعه باش تتحرك السياره عنده حب للناس ما يفزعهمش وتيتحاور معاهم السياقه بحال نعطيك مثال كيكون كتكون غادي في واحد الطريق كبيره صغيره انت غادي في الكبيره وجاي يعلي من ديالك واحد 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 السياره بسرعه هو عنده سيارة في كبيرة وانت كترتبك ما كتعرفوش واش غادي يوقف ولا ما غيوقفش وتيوصل حتى لهذاك القيف وتيدور على اليمين فواحد البيست ولكن انت ما كنتش عارف واش يدور على اليمين كتكلكسون عليه وتيقول لك محرك محرك هذاك ما عطاكش اشارة بسيارته بانه غيوقف اما اللي كيعطيك اشارة هو تيتم جاي انت عندك كبيرة صغيرة انت اللي غادي في كبيرة وتيبدا ينقص ينقص وكتشوف سيارته كتنقص فتيطمئنك انه غيوقف السياقة ماشي غير تحرك السياره وهنا احبابي خاصه السيد العجول كاتب العام ديال اللجنه الوطنيه للوقايه من حمل السير حبيبي وصديقي ورجل صالحين يا ريت الله يجازيكم بخير ديروا شي حلقات تلفزيه على استعمال المدار الرومبوان
انا كنشوف عديد من المدن اللي دار فيهم مدار هذيك ليست لك الاسبقيه كيتعاملوا معها بحال قيف، وتتولي بحال مثلا مدينه اكادير في الدخله ديالها في الخرجه، راه ما نقولكمش مع الربعه شحال كيوليو السيارات وحده ورا وحده وحده، كيخلقوا ازدحام لا لشيء، لانهم كيتعاملوا واحد عدد السائقين مع ليست لك الاسبقيه ديال الباساج كيتعاملوا معها بحال قيف. علاش؟ لانها جديده عليهم، بقينا واحد عدد من الساكن من ضواحي اكادير كيدخلوا ليها وكيشوفوها كيتحبوا سادير باساج كيتحبوا يقف، فخصنا نعلموا الناس نوريهم شنو هي سادير باساج، شنو هي التجاوز من الخلف اللي قراو في السياقه تجاوز غير من الامام، وهو في المدار كتعلم دير تجاوز من الخلف كتفوت عليه من وراه ماشي كدوز دوبلو من القدام وتجعلو فراني، يعني كاين شي حويجات اللي خصنا نوصلوا المعلومه للناس نعلموهم ونوريوهم باش الناس يولفوا تغيير اللي تيبدا. بالنسبه للسي الحسن خصو يتجاوز هذه الحاله هذه، تربيتين مو الله يحفظها له ويحفظ جميع الامهات الصالحات تعبت عليهم، فدابا هو بغى يعيش افيك زيرو فوت، بغى ما يقلقش مرتو كيبغيها الوليد كذا وكذا، شنو هو علاش خصو يتجاوز هذه المرحله؟ اللي حاضي راسو ما مسترخيش، واللي ما مرخيش ما مسترخيش ما عايش، واحد النهار تيتقطع له هذاك القنب اللي 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 مجعلو يكون حاضي. اشكون هو اللي تيربح؟ هو اللي تيدير الواجب ديالو، تيثقل اخلاقه، تيسول عشيرو على معاشرته لعشيرو، كتسول ماشي عيب تسول مرة تسولو عيالاتكم وتسول الراجل تقول له ويقول لها عفاك الشريفة تقول لي واش انا معاك مزيان، ماشي عيب تسولو، تسول قول له الله يخليك الشريف واش معاملتي معاك مزيان، تسولو حيت كاين سؤال استفسار، كاين سؤال اطمئنان، كاين سؤال استدراج، وكاين سؤال تحقيق. ملي كتسول مرتك وتسول الراجل ماشي بالضروري راه استفسار ولا استدراج ولا تحقيق، راه قال اريني كيف تحيي الموتى، شنو هو ذاك استفسار؟ هذاك تحقيق، هذاك استدراج، هذاك اطمئنان. وقالها له سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، قال الله ليطمئن قلبي، باش يطمئن الانسان كيكون عنده حبيبه والظروف والمشاكل، راه مره نسو شد ليها في يديها وقال اشريف عفاك قول لي كي داير خويك معاك كي داير؟ كي داير معاك قول لي، وهي غتراوها كتقول لك واه باقي ناقص وخاصني، هما كيعجبها كيعجب بحال كل نساء يسولها راجلها وكتقطعها بحال كتقول له وخلاص وانت واخا راك قبيح وما مزيانش دايره في الخاطر ديالها، انا كتقول له الله يجازيك بخير، وهي عاوتاني ثم على يا اخي الحسن بان المحبه هي ان الاخر يعطيني حق في الخطا وفي انني نغضب، شي راجل اللي كيحب نصب والنهار اللي تيغضب كتسخط عليه عام هذاك راه تحبوه هذاك عقا ديالي حاجه، والراجل اللي مرتو غوت عليه وتسخط عليه ويغضب عليه عام هذاك راه ما تيحبو ما والو عقا ديالي بها حاجه. المحبه هي يغلط فيه تغلطي فيه بدون قصد، سيده مسكينه فيها حق الشهر، فيها نفاس، فيها الحمل، حلمات شي حلمه خايبه، جات شي خبر على عائلتها وتيجي الفرحان ناشط كتشعل معاه وتقول له فوتني عليك وتقول له كذا وتقول له كذا، ويتبعد ويبدل ساعه اخرى وما يعيبش وما يسم وما يخسرش الهضره وما والو، هذيك راه هي علامه المحبه. المحبه هي تصبر عليه، تصبر عليه في الوقيته اللي تيكون الغضب وتيكون التوتر، ماشي قصدك تآنيها ولا تآديه والحال وكاك، الله سبحانه وتعالى تيقلب القلوب يخليه يقلبك من حال لحال. إذا تبغيني غير ضاحك على بس عنق عن بوس عن فق عن كل حالات يوم النهار اللي نشعل نولي مكروه، لا خاص احنا كنحبوا حبابنا. ها علاش كيقول الله صابرين في السراء والضراء وعند البأس، السراء والضراء وعند البأس كيكون وقت حار كيقدر الراجل مسكين مضغوط عليه التمار وهذا مابقاش تيضحك، كتقول له مرسومك تاع ما كتضحكش ويقول لها واش الله نضحك راه مابقاش نضحك وهذا،
وكتلقاها هي كتثبت ولادها ولبسها وكتقول واخا واخا كاين الناس ما كاين الناس والله يسامح صافي. شتي العلاقه الزوجيه راه كتصبح حقيقه، راه كترقى هي وكتشبه العلاقه اللي عندك مع عائلتك. ما يمكنش الانسان يتنصل من امه، ما يمكنش يقول لامه غدا ما غتبقاش امي، ما يمكنش. ما يمكنش الانسان يتنصل من اخته ولا خوته شي بزاف من غدا انت ما خوياش، ما يمكنش. احنا الطلاق راه ابغض الحالات. شتي احنا المؤمنين والله العظيم اللي كيوقف على شي مؤمن طلاق الا كتقوم قيامته. المؤمن الحر والمؤمنه الحره شتي راه ما يوصل الطلاق حتى تنقلوا الروح ديالو لزاق، لان راه ابغض الحلال هو حلال اي ولا ابغض راه مبغوض. عرفت شنو هي ابغض الحلال؟ يعني رانا ما خصك تمشي له حتى تكون تقول لك ماشي العظم مات العظم. اذا هنا سي الحسن ما تكونش في الحرص الله يرحم الضب، ما تكونش في الاتقان، ترخى جابلك ربي واحد الصالحه ما تنوضش تخنقها بالحرص. شتي خبارك المرأة اللي بقى مقابلة راجلها بالحب، الحب راه يعقدها، راه خصك تنساها راح تشوف. حيت راه ما كاينش شي مخلوق اللي يبغي يتحب 24 ساعة والله، واخا يكون مزعوط فيك حتى معفين، تلقى شادو بحال 24 ساعة وغادي معنقو وغادي جاي يدوي معنقو وعلقيته، والله واخا يكون مزعوط فيك يطلق مني بعد. ملكي تخنق وانت الدري اللي موت تردو كتشوفو تيطلق منه وتدفعها. انتم شوفوا النسوان الامهات وتضرب وقت شاده لقيتها كيتركن ما تبقاش باغي تشد، تولي باغي تحط، وما تحطيتي بالك تيفركه باغي يبعد، كيبعد منك يمشي ليه. ربي خلق فينا هاد الطاقه ديال اننا نتعاشروا، علاش سميتنا البشر؟ سميتنا البشر لاننا ننتشر، كنعيشوا بشر لان احنا ولاد البريه، لهذا كيقولنا القران خير البريه، لان احنا ولاد البر، بريه احنا ماشي مرئيه، ماشي برمائيه، ما كنعيشوش في الماء، ما حناش ببوش. الله يجيني ويجيكم من العقول الببوشيه اللي ولات دايره حاله، ولكن شتي الببوش على راسك في بعضياتو ومتكتل بحال الكراد، هكا واحد فوق واحد فوق واحد فوق واحد فوق واحد، وشادين واحد النبته وبقاو يغزوا يغزوا يقرعوا بوز يديروا واحده اخرى. فاش فادنا الببوش فاش؟ اخترعوا منه شنو في الاخر؟ اخترعوا منه الكولاجين باش يديروه في الوجوه. يدفن عليكم ببوشه وعاد داير باكيه جديد، اول حط ببوشه قالت تزق عليه وخلص دولار حطها على وحده بحال هكا، شنو مال كتدفن عليه ببوشه؟ تشوف تشوف الكولاجين كتدفن عليه ببوشه الله يعطيك العروس. هنا سي الحسن خصك تكون مريح، مريح هو هذاك المهور، هذاك المهور اللي تيديرها بجد ويعويها ما لامش عيب. بالنسبه لتربيه الابناء تعرف اخويا خاصك تعرف ان خاص شي واحد يستقطب لك ولدك، خاصك تحط ولدك ولا بنتك مع شي واحد تكونيكتيه من الصغر، بنتك ولا ولدك تتفقد هكا في عائلتك ولا في صحابك وتيبان لك شي واحد مقيده في عائلتك ولا في صحابك وتقول له ها انت ولدي، شتي دابا انا باك وهذه امك وهاد عمتك هادي ولا هاد خالتك ولا هاد عمك، تبارك الله شتي هاد قهري ومخلق وهذا وبغيت كاع ولدي تشبه له، كتلقحو كتخلي له هذاك هو المثال الاعلى ديالو قريب له. علاش المسيحيين داروا لبارون اللي تيدير واحد الوليد؟ المسيحيين كيربوه امه وتيديروا له لبارون الى مارين، كيجيو جوج الناس راجل ومراه من العائله ولا من الاصدقاء وتيحتضنوا مع الاب والام التربية ديالك الدري. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، خصنا نتعلموا ونتلقحوا. احنا من الشعوب العرب القدماء والمسلمين القدماء كانوا كيتلقحوا من الاغريق من من من, من, من عدد الشعوب اللي حيط بهم وخذوا منها واعطاوها. ما نوضوش نسحبوا راسنا، راه حنايا عندنا كل شيء خصنا نتعلموا من الشعوب. شوف المسيحيين باغيناج، اذا احنا عندنا هاد الذكيه. سيدنا رسول الله جاب لنا مقام الزكيه، يزكيهم تلو عليهم اياتي وزكيهم وعلمهم الكتاب والحكمه. الزكيه هي كتزكي ولدك بخميره شي واحد كيعاونك، كتكون غايب ولا كتخاصم مع ولدك ولا كيطرى له شي مشكل ما كتصونش تخرج فاس،
راه قلت لكم على اللقاء اللي درت بالوداد مع داك الشاب ديال منطقة قبيل سيدي بلال في الفوق جهة أظلال. الأرض ديال باه بغي يبيعها واحد القبيلة تما، علاش؟ لأن داك البني بدا كيريب والقرية بدا كيهجروها الناس وكاع الخوت والخواتات مشاو خدموها اللي في مراكش في أكادير. هذا هو بغى يدير مشروع في هذيك الأرض. شنو دار؟ عيط لجدو وقال لجدو عافاك جدي يولي مع با ما يبيعش الأرض. قال له جدو شنو بغيتي دير فيها؟ قال له جدي بغيت نرجع ندير فيها مشروع سياحي، عندي دراسة وعندي تكوين وعندي كفاءة وعندي واحد العدد السياح كيجيو عندي، بغيت نساريهم في المنطقة ديال الودان ونجيبهم تما المشروع ديالنا يشوفوا طعامنا ويباتوا معنا وهذا. قال له جدو مشروع زوين هذا. قال له مخير. قال له انا غنتكلف ندوي مع باك. لاحظتي الشيء ملي كدوزها، هذا هو ثقافتنا حنا المغاربة، ما كنواجهوش احبابنا ماشي حيت تنخافوا، حيت كنوقروا. اذا شتي ملي تبغي تربي ولدك وتربيه في المرحلة الصغرى انت مباشر، اللي بدا يضرب هذيك 7 سنين 8 9 10 11 12 كتلقحوا كتدخل على الخط واحد من صحابك واحد تيولي هو البينوم، هو الاول اللي كيعاونك عليه كيزكيه. فالوقيته اللي انت ولدك مثلا غيتقلق معاك غيمشي يشكي عند 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 صاحبه، غيقول لعمو ولا خالو ولا عمتو، هذاك الشخص اللي تكون انت معاه تيقول له راه بابا راه خاف مني ولا حسيت بحال ضمني، وانت كتجيك المعلومه بارده وكتقدر انت تستفسر عاوتاني وتقول صاحبك وتقول له قول لولدك شنو ولدي يقول وباش شنو علاش تقلقتي وكذا وتتوصل له المعلومه. هذا هو المربط، هذوما الروابط. شتي عارف اخويا الحسن، خصك ما تخافش من الفشل، ما تخافش من الخطا، لان راه حنا هكا كنتعلموا من الخطا. قلت لكم على كوريوزيتي الروبو ديال امريكا اللي محطوط في مارس، فهو لا في السماء اللي بغاو ينزلوه داروا له واحد الباراشوت كيتحل وكيكون نازل هذاك المكوك ب 22000 كيلومتر وخصو يهبط في اقل من 5 سكوند 1200 كيلومتر باش يتحل الباراشوت وينقصوا من بعد السرعه وينزلوا في امان. هذا الفريق اللي غادي يصنع هذا الباراشوت تمزق له الباراشوت في مرحله ديال التيست اللي كانوا كيجربوا في المختبر، بقيت اللي تمزق لهم وطلبوا الفريق ديالهم يعاودوا التجربه ما عاودش تمزق، تمزق لهم مره واحده الثانيه والثالثه والرابعه ما بقاش تمزق. ما يمكنش لي زانجينيور الخبراء يمضيو ويكاشطي ويقولوا التجربه راه ناجحه لا تمزق لهم مره واحده. اش كيقول هذاك الخبير الاعلامي اللي كيصور معاه؟ قال له ما عمرنا تمنينا شي مشكل يتعاود حتى تمنينا هذاك النهار، ولينا كنتوسلوا يتعاود يا ربي يتعاود يا ربي يتعاود يا ربي يتعاود. علاش؟ لانه الا ما تعاودش قدامهم مش تعاود لهم ليه؟ غادي يخسروا على الناس اكثر من مليار دولار غتفلت في الارض ديال مارس. اذا ما تخافوش من المشاكل، ما تخافوش من الصعاب، راه ما كاين مفلس من المشاكل ديال المعامله، وما كاين ما اعلم من مشاكل الواقع اللي كتعامل مع واحد الواقع فيه مركب ومعقد، فيه صعوبه، في شي حوايج اللي مازال ما تعلمناهمش، اللي مازال ما عارفينش ليهم. هذوك المشاكل تيعطيونا جهاز مناعه تيعلمونا هذوك حتى هما فيهم خير، يعني الواحد كيتعلم كي اذا سيدي الحسن الله يرضي عليك، يعني تكبر كيتيم ما تكونش عندك عائلتك هي حياتك، غادي نفاجئك بهذا تكون شفتي الحسن عائلتك، يعني محور واحد هو اللي كاين. لان لا قدر الله نهار توفى المراه ولا يموت لك ولدك بطول عمره ولا يمرض ولا توقع شي حاجه غتحماق، لا شفتي الحسن عافاك الله يبارك، ما تكونش حياتك كلها في زوجتك وفي ولدك، تكون شويه ليك، ماشي الانانيه، لا كنعطيو لي كل ذي حق حقه. شوفوا سلمان الفارسي الحكيم اللي قال لأبا الدرداء: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي لي كل ذي حق حقه. أبا الدرداء ارتبك وسمع منه، راه خوه وصاحبه ومشى عند النبي صلى الله عليه وسلم باش يحقق، جاوب السؤال للتحقيق، قال له: يا رسول الله اش قال لي يا أخي سلمان؟ وروالو الحديث،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. شتي ها هو التوثيق، هذاك هو سؤال التحقيق. انا ملي والبارح كنت مع ديك السيده وعلى بنتها اللي تزوجات من غير وقتها وهي مطلقه وقالت لينا بنت طلاق نتيجه عقلتي السؤال ديالي، قلت لها الى هي كذا وكذا، انت ربما قالت لي لا. هذاك سحبته هو سؤال استفسار، هذاك راه ماشي سؤال استفسار، هذاك سؤال تحقيق. باسكو حنايا انا كندير التحليل الفكري، فكاين السؤال اللي غنستفسر به، وكاين السؤال اللي غنستدرج به، وكاين السؤال اللي غادي نحقق به، كنبحث كندير تحقيق. لقيت اللي قالت لي لا عرفتها سدت الباب. كان خصها تقول واش كاين شي واحد اللي كيخرج من طلاق سالك يا استاذ؟ ما يمكنش نخرجوا من طلاق سالكين، لان احنا ما دخلناش باش نطلقوا، احنا دخلنا باش واحد فينا يدفن الاخر. ربي قسم علينا الطلاق، وراه سيدي خليت الطرف من قلبي، خليت الطرف من حياتي، خليت الطرف من روحي، ولكن الله غالب ربي قسم علي هالحال. والله يا سيدي كاين شي واحد اللي ما تيتحملش على اللي ولف. شتي هذا هو الكلام اللي كنقصد لكم. ما قالتوش، قالت لا انا ما سالكاش. علاش؟ لانها عايشه حياه زوجيه جديده، وحيت لا قالت ارتبكات ولا ربما راجلها الجديد كيسمع غادي يقول باقا كتبغي الاخر، لان احنا شويه مسطين. كياخد المراه اللي مطلقه وتيبغي يحيي لها التاريخ اللي عاش تقول منه هو، باش تعرف عباد الله ما عارفينش قواعد المعاشره الحقيقيه. كمل جواب لاله فتيحه. واخا لاله فتيحه الله يخليك، غادي نقضي بالنقيب باش كنفتحوا الشهيه. باش غتفتحي الشهيه الزواج، انه ملي يجي يتكلم معك شي واحد ويبان لك بانه ولد الناس وعنده ملامح الخير، غادي تجمع عائلتك وتجمع حبابك وتقول لهم انا هذا الشخص هذا جا خطبني، انا باقا ما مستعداش نوافق، ولكن بغيتكم تساعدوني نعرفوا، بغيتكم تحوطوا معايا وتكونوا معايا، بغيت نعرفوا. وتعودي تخرجي انت وخوك ولا انت واختك مع ذاك الشخص، تخرجوا إخوة، عندك تفهم ناس السفيه اللي في قلبك المرض اللي كندوي على الصاحب. ما عندناش حنا في نيتنا المغاربة هاد الشيء. المغربية والمغربية زمان كانوا كيشطحوا مقابلين مع بعضياتهم، ما تيبهون فيها ما تيحملق فيها وتيفوجوا وتيضحكوا وتيبقوا خوص، حتى جاو عندنا المعقدين المكبوسين. هذول المغاربة فيهم التناوي، المغاربة ما فيهمش التناوي، كاين عندنا أعراس فيهم الرجال والنساء وماشي الاختلاط اللي كتحاول اختيارات السفهاء. لا اخوه، كتشوف اختك كترقص مع اخوها هذيك الرقصه المغربيه المحترمه اللي كتشوفوها العرس ديال هلفاس ولا ديال الناس ديال سلا ولا ديال مكناس ولا ديال زمور ولا الناس ديال وجده، اللي كتهز المراه غير كما يمديها بحلقة وكتوقف وكتحرك، والراجل كيتحرك هكا بدراعو ماشي كيهز هكا بوطو ولا كيبقى حاني راسو العد في خاضو وكيهز دراعو بحال شي بلارج هكا كبير مقوبر، وهي تتعوج كلها وتتولي دايره بحال علامه استفهام طايحه الارض. ماشي هكاك، حنا ناس عندنا الاناقه وعندنا حسن الظن. اذا هنا بنتي فتيحه الله يخليك، خصك تحبي نفسك انك واحد الشخص من جنبك اللي عنده بمعاملته بفكره باخلاقه. ملي غادي يكونوا خوياتها، حنا بحال هكا باش زوجنا بناتنا، عندنا البنت عندنا في العائله، وتا والله ما تخلي الراجل يشوف فيها، وتا كاع مقوبره مغوله، ولا يعني غزاله وقاريه وذكيه. اش كنديروا حنا العائله؟ كنعيطوا فلان وفلان كنقولوا شوف راه عندنا هذيك المقوبره هذيك المغوله راه ما باغاش، اش نديروا؟ كنبداو نجيبوا معانا ندخلوا للدار نشربوا كاس اتاي نعاودوا النكات، وهي باركه قدامنا وكتطلق عليها بالصعيب حتى تشوف في مره ودير وجهها كي داير يا سويلي فاش كيعوج شو داير شحال طويله كي داير، وحنا ما كنتسوقوش لهذاك كي داير وداك الشيء، وكنبداو نكبوها تاي ونقول له نوض تسخر ونوض تسخر، وتيدير حداها ويمشي حداها وتتشوفو وتشوف خدمتو. لا غدا كنقولوا له دوز للدار الوالده دايره كسكسو اجي تغدى معنا، وكيدخل يتغدى معنا والوالده كدوي معاه، وكتبقى هي تتولفوا بشويه 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 بشويه. يا واحد النهار كنقول لها الشريفه راه دوافق السيد وراه باغيك، واش كتقول؟ واخويا واشوفوا انتم اللي بان لكم،
وكان زوجوها وكتولد وكان زورها عندها وليداتها وكان زورها فرحانة معه وكان قولها يا العفريت المحلينة يقولك هذوك هلا يخطيكم عليا. مرحبا واخا مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح ودائما مع استقبال مكالمتكم الهاتفية. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. ولا سمحت أستاذ نرجع لموضوعنا شوية اليوم. كل حاجة وعندها يعني توقيت مناسب للقيام بها وخاصة يعني تكلمنا اليوم على الزواج ولا الإنجاب وغيره، يعني كيحتاج لواحد التهيئ واحد الاستعداد واحد التخطيط مسبق، ولكن كاين بعض الناس اللي ما تيديروش وهذا التخطيط وهذا الاستعداد المسبق تيدرقوا وراء راني موكل على الله كل حاجة برزقها مدبرها حكيم، في حين أنه حتى هذاك اللي كيخطط وكيدير استعداد يعني مسبق راه حتى هو موكل على الله غير هو منظم شغله. الو واخا يمكن كاين الو الو زوينه استاذ سمعتي التساؤل ديالي ولا لا؟ سمعته راه دقته وطلعت كلام كبير، قلتي كلام كبير، قلتي هذاك اللي كيتوكل على الله حتى هو شتي لاله الايمان مقرون بالعلم، حتى أن الإمام البخاري يقول وجوب العلم قبل العمل. فدابا أي شخص مشى لشي مشروع وما خداش العلم ديال هذاك المشروع، شتي ملي غادي يكبر المشروع من يدو غادي يحصل، ما غادي يعرفش يدبر المشروع ديالك. عندي أصدقاء أطباء يا دفيرة مشاو داروا كلينيك، طبيب اللي داز من العيادة صغيرة ومشى للمدارس ديال تدبير الجيستيون ودار دروس تكون مستمر في الموارد البشرية، لأن ما غادي يكونش عنده غير فرملية وكتيبة، غادي يولي عنده عشرات الفرمليين والغياليماتور والاختصاصيين، غادي يولي 40 50 60 100 واحد كيدوروا. هذاك الطبيب بالكفاءة الطبية ديالو ما ينجحش في الكلينيك، لأن يعني ما عندوش تدبير ديال الموارد البشرية وديال المناجمون ديال الجيستيون. فغادي يحصل في الاخر غيقول غادي يقول ما لقيتش مع من نخدم المغاربه صعاب وكذا وكذا. اما الطبيب اللي في عيادته ومشى دار مشروع ديال الكلينيك ومشى دار التكوين ومشى دار الجيستيون ومشى دار الموارد البشريه ومشى دار المناجمون، وملي مشى للكلينيك هو العين عنده قبل ما يمشي دار الكلينيك. كذلك واحد البرلماني ترشح وفاز ولا وزير وخذ واحد القطاع، بمجرد ما تياخذ ذاك القطاع يمشي يدير واحد التكوين، يجيب خبراء يديروا له التكوين ويستعمل له جميع لوجيسيال، لان ما انتش عندك درايه على الملفات، راه دوله راه غتسير ملفات ديال الدوله، ترى من قبل كنتي كتسير جماعه ولا كان كيسير واحد المقاوله صغيره ولا محامي الكتاب ولا معلم في التعليم. وحنا تيولي برلماني ما عندوش تكوين على النصوص البرلمانيه، على كيفاش كيشتغل البرلمان، ما عندوش تكوين على القطاعات اللي بغي يأطر، ما عندوش تكوين على تفاعل المواطنين في القطاع اللي تيقول لك الانفورمال، القطاع اللي غير مهيكل. واش واعي بانه اكثر من 70% ديال المغرب خدام هكاك؟ فلا بغيتي تشتغل معاهم ودير لهم الهيكله، راهما اللي غيعطوك الفتوى ديال الهيكله اللي صالحه لهم، والا راه غادي يخترقوا جميع التاثيرات اللي غدير وبغيت يتفاعلوش معاك. شتي هاد التوكل هو مخود الباب ديالو ديال تعليل عدم تعلم، تعليل ديال عدم كسب العلم. والعلم اش قالوا سيد علي؟ اذا اردت الدنيا عليك بالعلم، اذا اردت الاخره عليك بالعلم، اذا اردت الدنيا والاخره عليك بالعلم. كاين ثلاثه العلوم، العلم كينفعك في الدنيا، علم كيربح لك الاخره، وعلم كيجمع لك بيناتهم، كيجمع لك ما بين الدنيا والاخره. كاين دونك ثلاثه ديزونتيتي، واحده جوج وحده رابطه بيناتهم. ما ديرهمش ثلاثه دوائر، هما ثلاثه خواتم، واحد كيتركب في واحد كيولي خاتم واحد. ما ديرهمش بحال هذوك ديال السيارات اللي عندهم اربعه ديال الدوائر وحده شاده وحده، يمشيو كاك راسي انانو خاسر. اذا هنا هاد اختيار الوقت المناسب شنو هو؟ هذا هو التقدير. شنو هو؟ التقدير. ما قدر وما قدر الله، قلتي الرمز ديالنا ديال 2017 شنو هو؟ وما قدر الله حق قدره. فلا بغيتي تقدر الله حق قدره
قدر نفسك بعد انت حضرها، قدر عمالك، قدر زواجك، قدر تربية أولادك، قدر علاقتك مع المجتمع، قدر علاقتك مع الجيران، قدر علاقتك مع جهتك، مع منطقتك، مع بلادك، قدر علاقتك مع جيران البلاد، قدر علاقتك مع العالم. وعاد غتقدر تقدر إلى يسر لك الله علاقتك مع الله. حنا بغيت كيديروا صاروخ طن يطلع عبد الله، أنا باغي ندير علاقة مع ربي، والكلب ما عرفتيش تربيه، وما عرفتيش تسرح بالمهايم، وما عرفتيش تقاد جردة بقفار ربع خضر، وما عرفتيش تخلي الشجر. وتخيل كاين شي جامعة في المغرب اللي كتزرع من غير نخل، دخلنا لك الله بالنخل تيكبر 5 سنتيمتر في العام، ما غتضلل علينا النخلة، ما غتعطينا التمر، وما كاينش الجامعة اللي لوحو النخل في طرق النخل. وهو خصك دير الشجر اللي كيكبر دغيا باش يستهلك لك هذاك الغاز الكربوني اللي كيديروا السيارات باش يعطي جمالية للمدينة. كاين ديك النوبة بيت واحد المدينة صغيرة من المدن المغربية واش نسميها، لقيت واحد الجار بينيين شادين مقوصة وتيقطعوا في الشجر في المدينة صغيرة وكيديروا مكاريات، والطريق محفرة والتروطور مدلع والبيست، وجار ديني مصيفطو شي مسؤول في الجامعة تيقول له قص الشجر وديروا كاريات. شكون هو اللي تقدر يدير الكارية؟ هو الجار ديني الإنجليزي، لأنه هو باني بالجيل وعنده عمارة بالألمنيوم وعنده عمارة بالحديد وعنده قنطرة بالهند، فإلا عطاه هو شكل هندسي للجردة جات معاه. نجيكم خليوا عارف كيف خلق الله عند اليوكات، على الأقل غادي تجي في العشوائية ديال الدنيا مع الطريق المثقبة مع التروطور مقلع. أما عندك طريق مثقبة التروطور مقلع والشجر كاري، شنو كتقصد؟ كتقصد بأنك أنت عندك هندسة معمارية في الجارديناج ودرت بيزاجيست باش تقريتي على البيزاجيست. شتي هذا هو اللي خاص يصبعو في ميفو وخاص يصبعو في ودنو وتيقول لك ضرر راسو، ولد حيد عصبعك من ميفك وصبعك من ميفك ولا ما غادي لك صبعك، لا اللي خاص يصبعو ميفو طلقاع وخاص يودنو طلقاع وتمشي عن طريق الشوارع تضرني راسي ما عرفتش مالي. ولد حيدو لهم عصبعهم من ميفهم ومن ودنهم وغادي يشموا واحد غير. هذا الاستبصار، هذا التقدير راه اصله السؤال، راه العلاقه راه اصلها السؤال. كنسولو حبابنا راجل باغي يدير واحد المشروع، هاك يجيو تلاح ليه يكبر شركة وتولي داير سياج وتولي داير شيفور، مسولوش شريفية. هو لا سولا غنقول له اودي الناس انت راه غير بهادشي اللي عندك وراك ديجا مفروح، راه إلا زدتي صحيبي قالت له درتي الشيفور ودرتي السياج ماشي غتفروح، راه يخرج لك العقل. ممكن تسولوش تقول لها اصلا نكبرو، عاد تيكبر تولي تيشرب شراب، تولي تعطي الرشوة، تولي تتصاحب، تيصوروه، تلوحوها له، تيحمى، يضيع كل شيء، وتيقول لك ولاد الحرام. لا، ماشي ولاد الحرام ما سولتيش. المرأة كتكون بوحدها قنطانة مخنوقة مدايرة. ضحك مع راجل ضحك في البقات، سيدي اللي معصبة، مالها ما عجبهاش لا ماشي. مش دارت لا ماشي، ما عجبوهاش. عارف ماش عصبوها. وكان ليها كتغوت على ديك الكوافورة وتسب وتقول لها خسرت لي شعري. الراجل مسكين باغي يتعشى باغي يبدل مع مرتو هي، وخسرت ليا شعري، وما شتيش الشعور ديال الخدمه كتردمي فيهم، وخسر ليا شعري. وشويه هي اللي غدا عاوتاني مشات بدلت لي ماش ودارت واحد الماسك، وفي العشيه عاوتاني تسب مال وقشر ليا وجهي ودار لي بطحرى الماسك في كذا ودار لي هذه دابا غتولد هذه، هذه ما خصهاش تحمل، هذه ما خصهاش، هذه ملي تحمل تجي تشاور معاه تقول له فلان اش بان لك نحمل، يقول لك حمل راسك قاعد تحمل دريه يا دري شتي ما كنتسولوش ما شكون اللي غيعطيك اللي غيعطيك حقيقتك؟ راه ماشي امك ماشي باك، ما عدا لا كانوا من الصالحين العارفين، حيت امك راه ديما تقولها فيك مزيانه، راه ديما تقول لك بنتها الله بنيتك ومالك ودير بحال هكا ديال عوجي فمو مع اليمن انت مالك ودير بحال هكا مالك، خصو تقول لها لا بنيتي وانتي بنيتي قنطاني عاد وحدك حوايجك خارطين انت غادا تصوتي وتحلي في قلبك اوف الحال دار وتيحلي في درك هكا عقد طانا بني هذا كيتولد ليها بنيتي بشويه العيشوريه بشويه يا بنيتي لا ما غاتقولش ليها امها ما غاتقولش ليها باها ما غاتقولش ليها صاحبتها شكون غايقول لها لا غاتقول لها راجلها حنا اللي درسنا حنا شكون هو عشيرنا يقول لها المدير ديالها طاير في الليل تقول له نعم سيدي يا حبيبه نعم سيدي واخا سيدي واخا لله واخا سيدي هذا المدير هاي تلاقيها انت مالك
انا مع صاحبتي تم صدعني قلت عيط ليا عيطت على الراجل عيط المدير نعم سيدي قلت لي حمص الصوت كيتبدل وعاود ثاني ونفس الشيء قلت له ما سيد عيط ليا عيط للمديره نعم لله يا لله يا سيدي لا 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 ماشي مشكل شنو انا في الحمام نخرج من الحمام نفيق نفيق لله عيط له انا في الحمام اش غادي يعطي تخرج تصدعي معي عطي السؤال تقدير شنو كيبغي تقدير تدخل واحد الكاميو في السلعه لواحد الكراج كيراوبك واحد بجنبك كيقولش زيد عداك شويه ياك انت بجاجد بجوج وبالرادار دروكي اللي عندك تقدر بها تحيط كيخصك شي واحد بجنبك يعاونك هذاك هو مرايه الزاويه العامله اذا حنا مازال ما عندناش قابليه ما عندناش استقبال الاخر يعطيني طرف من حقيقتي اذا ما تقبليش الاخر راه مرايتي علاش الله قال كأن رجلي بينك وبينه عداوة كأنه هو لي الحمل انفع بالذي هي أحسن علاش قال انفع بالذي هي أحسن كأن فكأن الذي بيننا علاش جعل لنا الذي بيننا وبينه عداوة كأنه كتشبيه ها المعادلة ماشي غتشبيه معادلة كتعطي معادلة هذه إيكوال هذه قال لك أنه هو لي الحميم معنيتها راه نبلوكم بالخير والشر فتنة راه هو اللي جاب لنا التدافع راه وجدنا التقدير ما نقدرش نشوفه الا اصحاب البصيره شكون هما قال حقهم سي عمر المتوسمون هم ناس تتجلى لهم امور صادقه شكون هما هذوك اهل البصيره الا كنتي من اهل البصيره وكنت اهل البصيره ما تحتاج انا الاخر يكون مرايه ديال الزاويه العاميه ديالك تشوفها منطق ولكن عندك تحاد راه اهل البصيره راه مختار راهم محسوبين على رؤوس الاصابع وقلال ولكن كاينين لهذا ملي تخصك تبغى تتزوج ويعجبها شي شاب ما تندافعش غير بالرغبه ما تهيش غير بالرغبه كتلقى شابه 19 عام بغات تسيب قرايتها بغات تسيب شي يعجبها وهو عاوتاني كذلك صافي باقي ما مستعد للغوص تبدا تسيب بدا تقول راه يفيق 3 سنين ما يفيقش ليلة 3 سنين تتفيق ثلاث سنين عام على عام على عام 365 ضربة ثلاثة بلي الهوب نهار راه يفيقك إذا أنت كنتي كدار مع أختك عاقد فقال باب أنا عجبت من الخدمة كنتي كتعاير أمك راه حيت قد قبلت الكوزينة وأنت متكي أنت أش غادير هذاك الدري ما غيفيقك ثلاث سنين غتخليه لمو تزيد غتعود تدخل سكران غتعود تاخذ فانة نعاس إذا هذا ما قدرش ضعفه وما قدرش جهله في أنه يتحمل لهذا المسؤولية جبل عليها الله اللي عرضها على شكل امانه قصدوها لا مخلوقات وقال الله حملها الانسان ولكن ظلوم وجهول مرحبا شكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعه والاستماع للبرنامج بكل وضوح حلقه اعاده كتكون يوميا من 11 حتى الوحده ديال الليل لكم تحيات سعيده عقال لرفقتنا اليوم في الاخراج هي صابر فوندا وفي البرمجه الموسيقيه ونتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم صريح مباشر ما كان ستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة والمغرب مرحبا بكم بالأسئلة ديالكم بالصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين إلى الخميس انتظرونا مرحبا بكم